بتوب ستوريز اليوم رح نتعرف على شباب عم يشتغلوا لحتى يكون في تعايش كتير كبير بين كل الطوائف بين كل المناطق بلبنان. بنتعرف على لميا لحام، اهلا وسهلا فيك، وميشيل داوود، اهلا وسهلا فيك، اثنيناتكم من الحركه الارثوذكسيه برشيا. رح نتعرف بدايه مع ميشيل على الحركه، وبعدين رح نشوف هالايفنت اللي محضرينه اليوم بين عيد الصليب وعيد الاضحى، لفت حلوه كثير منكم. ميشيل، بدي تعرفنا بداية عن الحركة، قد ايه صار لكم وكم شخص صرتوا؟ بعرف انه صرتوا كثير كتار. نحن الحركة الأرثوذكسية برشيا، مجموعة شباب وصبايا بنشتغل سوا لنحقق الصالح العام للكنيسة. نعم. وهدفنا إحياء الأعياد الأرثوذكسية، لأنه نحن عايشين بمنطقة صغيرة وأغلب المسيحية واللي عايشين فيها ببيروت وبالمدن. نعم. فنحن بهول الأعياد بنجيب الناس على رشيا ونعمل حركة. نحن تقريبا 30 حدا بالحركة شباب وصبايا. قد ايه عمركم؟ بين التسعة والثلاثة وعشرين. واو، بتبلشوا هالقد بعمر صغير. هلأ رح منشوف كيف مقسم الشغل وكل شيء. نعم. وبلشنا أول نشاط بعيد الميلاد، بعيد البربارة سوري، عملنا مسرحية صغيرة، رجعنا عملنا نشاط بعيد الميلاد كان على مستوى كبير، كانت الانطلاقة الكبيرة لألنا. عملنا شو كبير بعيد الميلاد وعزمنا رشايا كلها عليها. كل شيء عم بيكون مجاني كنشاطات أو كيف عم بيكون؟ لا، بعيد الميلاد المسرحيه اللي عملناها كان دخول عليها رمزي 5000. واكيد هذا الشيء بيساعدكم لحتى تنظموا ايفنتس اكثر. قد ايه صار لكم هلا لميا عم تشتغلوا فعليا؟ تقريبا رح يصيروا سنه. كيف قدرتوا تكونوا 30 دغري يعني من اول سنه؟ ما بلشنا 30. كيف بلش؟ بلشنا كنا قاعدين خمسه عندنا بالبيت، فقلنا يلا بنعمل حركه او شيء لحتى نعمل حركه برشايا. فبلشنا نلم واحد يحكي الثاني، صرنا 30 واحد. وهل هالشيء بده اذن او بده يعني امضاءات معينه او اشياء رسميه معينه؟ ما نحن عم نشتغل بالكنيسه. صحيح. فانه ما تابعين للكنيسه. عم نشتغل للخوري بس. اكيد اكيد. قد ايه كان الاهل لهم دور بانه تبلشوا؟ كثير. وانا بدي وجه عن جد جران ميرسي لاهلنا، لانه لو ما هن متابعينا وداعمينا خطوه خطوه ما كنا وصلنا لمطرح. يعني اكيد عم بيحمسوكم، اكيد عم بيساعدوكم يمكن بالمعارف. اليوم عم بتحضروا لنشاط كتير حلو، فكرة حلوة كتير، كيف طلعت معكم هالفكرة لميا وشو هو النشاط تحديدا؟ صراحة نحن الفكرة انه عادة نعيد عيد الصليب قبيلة وفرقاع وهالقصص نحتفل، وعيد الأضحى كمان نحتفل فيه بالفرقاع فحبينا هالمرة انه يكون شو بيجمع فاير شو مع فولكينو شو تقريبا شي ساعة، رح يكون في بهيدا النار رمزية عيد الصليب وعيد الأضحى، وكمان رح يكون في بريك دانس وجيمناستكس، رح يكون انجوي جروب يلي الشباب يلي رح يعملوا شو، رح يصير في انتر اكسيون بينهم وبين الاولاد يلي رح يحضروا، وفي كاركترز انفليتبلز، كل شيء يعني بخلي الشو يكون كامل، وعشيه عاملين عشاء كمان بهالمناسبة. قبل ما نتابع حديثنا عن هالايفنت بالذات عم نشوف هون بعض الصور للمناسبات يلي مرقت. عيد البربارة شو كان الايفنت على المضبوط؟ عملنا تنكر واجمل زي للاولاد، وعملنا رجعنا وزعنا قمح وحلو، ولا عيد عملنا الميلاد. مسرحية صغيرة كمان. كمان مسرحية بعيد البربارة. ايه. من وحي عن عيد البربارة، قصة بربارة. حلو. بربارة. اكيد الصغار عم ينبسطوا كثير انه يمثلوا. كثير صراحة نحن عم نهدف للصغار، يعني هدفنا هو الاولاد. نعم. الاولاد يلي عمرهم 9 سنين بين التسعة وال11 او بين التسعة وال12، شو عم بيكون عملهم مضبوط بهالحركة؟ نحن صراحة بس الاحد يكون في شيء بالكنيسة، في شغل، هن عم يشتغلوا يعني عم بفوتوا أكثر بجو الكنيسة. وكمان نحن بيساعدونا بالتفاصيل الصغيره، يعني هيدا الايفنت اللي نحن عاملينه ايفنت كبير، نحن ليل، فهن كمان بجهودهم عم بيساعدونا حتى كلنا نكمل بعض. يعني لانه نحن كل احد بننزل بنتجمع كلنا بننزل بنصلي بالكنيسه، نرجع اجتماع بعد القداس، فهن بيطلعوا بيخدموا بالهيكل ونحن بننظم الفوتات والطلعات. طيب قد ايه بيكونوا مهضومين ومحمسين وقد ايه بيرجعوا بيصيروا يحبوا الكنيسه؟ كثير، وما تتخيلي مهضومهم عن جد. كثير كثير بيساعدوكم بالبريكولاج بالديكور بهالامور اللي متعلقه، هن بحبوا يعني هن عم يندفعوا. نعم. مين الاشخاص اللي عم بتساعد بالتمارين بحجز الاغراض هون اليوم؟ في اكوبمنتس كثار بهيدا الايفنت اكيد، مين الاشخاص المسؤولين عم بيكونوا عن هالموضوع؟ صراحه نحن كلنا بجامعات ببيروت وعنا معارف، فمن معارفنا عم ننطلق، قرايبنا، في عنا كثير عالم ما رح واجه تحيات لانه
كثير ما بدي انسى حدا. في بلديه رشايا هلا عم تساعدنا شوي بهذا الايفنت، متشكرون. بشكر استاذ بسام دلال رئيس البلديه والاعضاء، نوجه لهم نحن تحيه كلهم اكيد لدعمكم وتشجيعكم. ميرسي، ولكل العالم اللي عم تساعدنا ماديا معنويا وكل شيء داعمين. اي ساعه عم بيكون الايفنت بهالنهار؟ بهالنهار رح نبلش الساعة 4، رح يكون الشو تقريبا شي 6 6:30 رح يبلش، قبل رح يكون في دانسينج ويز كاركترز وهالقصص الانفليتبلز. نعم. وعشية رح يكون العشاء شي الساعة 8 8:30 بنبلش. أكيد بلشوا تفكروا ببعدين بالموسم يلي جاي، مشان هل في أفكار جديدة كمان؟ كنا عم نحكي لعيد البربارة، بدنا نعمل مسرحية كبيرة وأجمل زيها على مستوى المنطقة. نحن كتار برشايا، في فوق 5000 شخص. فبلشنا نحضر هلا وحطينا شويه بلانز لعيد الميلاد. نعم. مسرحيه ثانيه كمان للبرباره، اكيد رح بيكون في ديجيزمون هالمره. ديجيزمون بلس انه كمان رح نعمل شيء شو مهضوم غير السنه اللي قبل. السنه اللي قبل كانت قصه سانت برباره عم بيمثلوها هن الشباب والصبايا، وكان على مستوى صغير على مستوى الكنيسه، كانت اول مره بنعمل شيء. فلا شوي شوي عم نكبر ونكتر. بين المدرسة وبين الحركة كيف عم يتقسم العمل خلال الأسبوع؟ هل الاجتماعات بس عم بتكون الأحد من بعد القداس، أو أوقات بتضطروا أنه تشتغلوا أكثر؟ لا، حسب أوقات. وقت نضطر بنحكي بعض، بنشوف كيف إذا فاضيين ونجتمع بعد المدرسة. إجمالا أكثر شيء بالعطل الطويلة يلي كل طلاب الجامعات بيكونوا فوق، لأنه بين جامعة وإيفنت برشايا ما بنلحق. بس إنه صراحه الاندفاع والشيء اللي نحن كثير عم نشتغل، يعني ما بنحس بتعب الدرس كثير حلو. يمكن هذا الشيء بحمسكم. ايه صح، كمان بتصيروا بتدرسوا بنشاط اكثر لتخلصوا بسرعه وتروحوا على الاجتماع. واضح الشيء من عيونكم من قد ايه مبسوطين. عم بيزيد العدد بعد ايه عدد الحركه عم بيزيد. بتحس كل ما عم يحضروا ايفنت عم بيشوفوا نحن كيف عم نشتغل، عم يندفعوا انه يلا بدنا نفوت معكم. وكثار عم بيشجعونا اهالينا شخصيات سياسيه وكثار برشايا. كثير حلو. اليوم لما بنحكي عن عيد الصليب وعيد الاضحى، يعني عم نحكي عن طائفتين مختلفتين. مظبوط. قد ايه في وجود هالطائفتين برشايا، ولمين موجه هالايفنت هيدا؟ هيدا التعايش برشايا من زمان، التعايش السلمي المشترك اللي بيناتنا. نعم. وهيدا الايفنت عاملينه لنفرجي هيدا التعايش اللي بيناتنا، ووصلنا للام تي في. فعاملين كمان بدنا نجسد هودي الرمزيتين تبع الاعياد بالكرمس تبعنا. يعني رح يكون في من اشخاص من الجهتين او من الطائفتين موجودين. الايفنت موجه للكل، وبندعم عبر الام تي في اهل رشايا فردا فردا من الصغير للكبير، لانه الايفنت مش لعمر واحد. نعم. لكل الاعمار. فبنقول لهم انه بليز تعوا شاركونا، لانه عن جد رح يكون شيء كثير حلو. والسعر رمزي يعني 5000 ماشي. بدك تزيد شيء كنت ميشيل؟ لا. لكن بلشنا نحضر للسنة اللي جاية، بلشتوا كمان تحضروا لعيد الميلاد. بالنسبة لعيد الميلاد، يعني أكيد عندكم هدف هو مثل ما قلتي لي الأولاد الصغار، بس كمان الشباب الكبار. مثلا لفتة صغيرة بالبربارة السنة الماضية، في شباب وصبايا عمر 23 اجوا شاركوا معنا، تذكروا اجوا مثلوا. كمان يلي هن موجودين عملنا حركة للكبار كمان، انبسطوا. هن مش معنا بالحركه بس اجوا انبسطوا كمان. يعني هيدا هو كمان المهم، انه في اشخاص بتقبلوا انه يجوا يساعدوكم حتى ولو أكيد. ما كانوا أكيد. ملتزمين أكيد. بالحركه حتى بهيدا النشاط اللي عاملينه، جايين كثار يساعدونا. نعم. وكثار عم يشجعونا. لمنا كمان شفنا انه كانه هيك بلشوا تقسموا هالحركه للجان. كم لجنه صار في حضرتك مسؤوله عن نشاطات؟ هلا نحن بلشنا بهيدي اللجنه، نحن ما صرنا زمان مبلشين فيها، فبعد ما عملنا لجنه ثانيه. بس انه لانه لقينا انه في كثير بالقرارات كثير عم نفوت ببعض، اوقات عم بيصير مشاكل، فقررنا انه هيك الشغل بيكون منظم اكثر. وعبر الاعمار كمان، انه ما فينا نحط مثلا ولد صغير مع شاب كبير عم بينظموا او عم يعطوا قرار، لانه أكيد. ما رح يفكروا ذات الشيء. صحيح صحيح، لانه في تفاوت بالاعمار كبير، فواجب انه يتنظم هالموضوع اكيد لحتى يكتمل العدد. يمكن صح. كمان انه تقدروا تقسموا وتصيروا لجان حتى زهار. عبر هيدي الحركه صرنا كلنا صحبه مع بعض، اللي عمره 10 سنين صار صحبه مع اللي عمره 20 سنه. قبل ما كنا بنعرف بعض، بس هيدي الحركه قربت
الصلات الاجتماعيه بين بعض. اليوم لما بيكون في هيك تنظيم معين، هل في اشخاص بيساعدوكم لحتى تحطوا هيك مثل كانه نوع من قوانين او معايير للاشتراك بهالحركه او لتكونوا موجودين؟ يعني هل في هيك رولز معينين لازم تتبعون بشكل عام؟ امينه الصندوق وامين امينه السر والرئيس ونائب الرئيس حطوا قوانين وانا نعمل مثل كتاب، قلنا كتاب قوانين صحيح، واستشاروا ناس كبار كمان، نعم ناس عندهم خبرة يعني، وهلا تحت الطابع الكتاب. بس يعني لوين عم بتميل هالقوانين؟ يعني شو عم بتكون الأهداف؟ شو عم بيكونوا القوانين أو شو عم تطلبوا من الأشخاص اللي ملتزمين بهيك حركة؟ من القوانين مثلا اشتراك شهري، نعم عاملين اشتراك شهري، الحضور الزامي على الاجتماعات إلا إذا في شيء ضروري، هيدا لحتى يكون فيها الالتزام. مظبوط كمان، نعم. يعني هدف معنويا وماديا، هدف يعني الرولز هو الالتزام، نعم بشكل أساسي، لأنه نحن بدنا نكفي بدنا نكفي يعني. ف بين بعض حاطين براسنا هالفكره ومن هالشي طلعوا القوانين. بس القوانين خاصه بس فينا، بس كميتينجز مش كشي ابعد من هيك. يعني بعد ما حطيتوا قوانين اجتماعيه او اشياء لها علاقه بالصلاه، يعني ما طلبتوا بعد اشياء محدده بهالموضوع؟ نحن صراحه عندنا فكره انه نصير عم ناخذ شوي دروس دينيه نقرب اكثر من بعض ومن الكنيسه، بس انه بعدها شوي بعيده شوي الفكره. انتوا اليوم 30 شخص بهالحركه، نحن بنتمنى لكم انه تزيدوا اكثر واكثر ونرجع نشوفكم السنه الجايه بايفنتس اكثر. هل بحاجه، هل بتطلبوا اي شيء؟ هل بتطلبوا من شبيبه انه تنضم لكم؟ يعني اليوم شو طلبكم هيك قبل ما نختم الفقره؟ مش نحن قلبنا كبير بيساعد الكل، اللي بحب يفوت معنا اهلا وسهلا، وبنتمنى تكونوا كبار كثار بالايفنتس. وميرسي لك، ميرسي للام تي في لانه كانوا صوتنا حتى نحن اول ايفنت كبير لنا نحكي فيه عن شاشتكم، عبر شاشتكم. عن جد انجرام ميرسي، وميرسي كثير، وتحيه للشباب والصبايا اللي عم يشتغلوا معنا واللي لو ما هن كمان نحن ما كنا وصلنا. عن جد ميرسي كثير للام تي في وميرسي لك. نحن انبسطنا فيكم كثير، ونحن بنفتخر بشبيبه عم تمشي على هالخط المستقيم مثلكم انتم، وان شاء الله الكل بينضم لهالمجموعه الحلوه، لهالحركه الارثوذكسيه برشيا. شكرا لميا لحام وميشيل داوود، اهلا وسهلا فيكم. رح ناخذ وقفه سريعه ومنتابع باقي فقرات ام تي في.